السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط حلقة الجمعة مع حضراتكم دايما خميس وجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء. لحضراتكم كل الاحترام والتقدير. النهاردة 6 شعبان 1445 16 فبراير 2024 8 أبشير 1740. يعني تفصيلة صغيرة كده بس هقولها لحضراتكم وأذكر نفسي بيها وأذكر حضراتكم. في حاجة اسمها أمن قومي. أي دولة في العالم، أي دولة في العالم في حاجة اسمها أمن الدولة القومي. حضرتك اتكلم في الرياضة زي ما أنت عايز، اتكلم في الأسعار زي ما أنت عايز، اتكلم في الأسواق زي ما أنت عايز، اتكلم في التعليم زي ما أنت عايز، اتكلم في العمالة زي ما أنت عايز، اتكلم في أي حاجة، اتكلم في العاصمة الإدارية زي ما أنت عايز، اتكلم في البتاع زي ما أنت عايز، وفي الآخر بيترد عليك، يعني يرد عليك في هذا الأمر. أما أن حضرتك تيجي تتكلم بناء على صحيفة معارف الإسرائيلية، صحيفة وول ستريت جورنال قالت مش عارف إيه، صحيفة قالت وحاجات كده بتطلع من صفحة مش عارف ايه سيناء ايه، وصفحة بتاع عاملة عن سيناء، وصفحة عاملة عن كذا، وصفحة عاملة، عيب عيب. لانه احنا خلاص نصبنا نفسنا ان بقينا بنفتي وبنهبد وماسكين كل واحد ورا المصيبة اللي في ايدي دي، كل واحد وراه وعمال يشتغل، لجان بيشتغل، فردي بيشتغل، مزاجه كده يشتغل، عايز يقولك اخش رازف في خلق الله اشتغل. فكل شويه دلوقتي بقيت اسمع عن مش عارف اجراءات في سيناء الكذا، اجراءات في سيناء الكذا، مصر بتعمل كذا، مصر والاخوه بتوع تركيا عمالين يصدروا، اللي موجودين دلوقتي في تركيا عمالين يصدروا لنا برضو. هم ما هو بيشتغل في ايه؟ هو مش اي حاجه اشتغل فيها. فاي حاجه، اي حاجه فيها خلخله، فيها دوشه في البلد، اجروا وراها. هو هيعمل كده. أول ما يسمع يقول لحضرتك أنا ده في خبر نازل، بيقول لحضرتك كده، ده في خبر نازل في جريدة مش عارف إيه، هو ليه السلطات المصرية ما تردش؟ أنا شايف ترد على إيه؟ يعني أنا بقرأ دلوقتي خبر محافظ شمال سيناء نفاه مرارا وتكرارا، جورنان وول ستريت جورنال خدته، جريدة معارف خدته، كتبت عليه تاني، قالت لك بيعملوا استعدادات مش عارف عشان استقبال ايه، وهيروحوا فين وهيجوا منين. بعض المصريين، بعض المصريين اللي دماغهم خلاص اتركبت صواملهم خلاص بقت في هذا الاطار، بياخدوا هذا الامر وفاهمين ان ده خلاص منزه. لا، الناس دي نزلت الخبر، يبقى الناس دي صادقه. يعني واحد قاعد في تركيا، ولا واحد قاعد في لندن، ولا واحد قاعد في امريكا وعايز يجمع قرشين من السوشيال ميديا اللي هو بيشتغل عليها، وعايز يجمع لايك من هنا وريتويت من هنا ويعمل هنا وعايز يزود المجموعه اللي بتشتغل معاه على خاطر اي حاجه، وعمال يهبط في اي حاجه، انا امشي وراه واصدقه وداني طول النهار ما وريش شغلانه الا اسمع الفيديوهات بتاعته. بس انا بقت عجيبه جدا. والمشكله كمان بقى ان انا برد ده، تاني بيرد وتالت بيرد ورابع بيرد وخامس بيرد، ويرجع للمرد الرئيسي او المصدر الرئيسي اللي هو خبر نزل في جريده معاريف الاسرائيليه. يعني عيب، والله العظيم عيب. يعني انت حضرتك عمال دوشنا وشاغل دماغنا وعمال تاكل في الاخبار وتنحت، وفي الاخر الموضوع بقاله مثلا 3 شهور بيتم الحديث عنه، ومصر نفت مرارا وتكرارا. هي مصر فاضيالك يعني؟ معلش لا مؤاخذه، يعني هو انت فاكر ان انت يعني انت اركان حرب؟ يعني انت حضرتك كمواطن على عيني وعلى راسي، وبقول لحضرتك ان انت من حقك تتكلم في اي حاجه، من حقك، لكن مش من حقك الامن القومي ده، مش من حقك في اي دوله في العالم، مفيش كده. دي بيتحاسبوا يا فندم، والله والله العظيم بيتحاسبوا على الكلام ده واقسم بالله. لكن احنا لو جت الدوله هنا إيه؟ عشان انت كتبت كلمتين عن كذا، اقول لك بص حريه الراي، بص معارضه، بص بيعملوا ايه في الناس، بص هو حضرتك اللي انت بتتكلم فيه ده شان يخصك؟ هل حضرتك عندك درايه بالامر؟ هل حضرتك في بيتك غرفه عمليات؟ هل حضرتك
مواطن أركان حرب يعني قاعد أنت دماغك كلها مشغولة بالحرب والإشاعات والحاجات اللي في سيناء والحاجات اللي على الحدود والحاجات اللي في ليبيا والحاجات اللي أنا مش فاهم. وبقيت تشغل نفسك دلوقتي بأوكرانيا وبتصدر لنا أوكرانيا، يعني أنت بتشغل نفسك بأوكرانيا بتصدرها لنا، شغل نفسك بالصومال وبتصدرها لنا. لازم يربط مصر في الموضوع. وليه مصر ما بت وهو عمالين نفتي في الخبر ده، ومصر ليه ما بتقومش تقول لنا الموضوع ايه ورايح فين وجاي؟ هترد على ايه؟ خزعبلات؟ يعني هترد على ايه؟ مصر بتقوم باجراءات معينه لحمايه امنها القومي. عايز حضرتك مصدر يطلع يقول لحضرتك كيف نحمي امننا القومي؟ انت ما بتفهمش. يعني من الاخر انا اسف يعني ما بتفهمش. يعني انت عايز مصدر يطلع يقول لحضرتك ماذا تقوم به الدوله المصريه من اجراءات لحمايه امنها القومي؟ في حد يعمل كده؟ ومع هذا خلاص احنا خلاص كلنا بقينا بنفتي في كل حاجه. فرجاء رفقا بانفسكم الاول، رفقا بال يعني بالقلوب الرحيمه اللي احنا يعني كفايه، مفيش داعي ان كل ما واحد يكتب خبر اجري وراه. ده بيقول، ده بيعيد، ده هو اللي قال، ده هو اللي عاد، ده هو اللي... انا الحاجات دي كنت بعملها من 5-6 سنين، واطلع اقول هو اللي قال وهو اللي عاد وهو اللي وانسبها للمصدر. لكن دلوقتي عيب، عيب. انت لا بتنسب لمصدر، والمصدر اللي انت بتنسب ليه هذا الامر، كنت بنسب لمصدر مصري، انت المصدر اللي بتنسب ليه هذا الامر لا هو مصري ولا له علاقه بينا ولا ده. كل الموضوع ان هو عايز يشغل نفسنا كده، عايز يعمل خلخله في علاقه المواطن بالدوله. فنظام السوشيال ميديا والركض ورا السوشيال ميديا بالاسلوب ده عيب. وما ينفعش ان كل خبر يتكتب ولا كل معلومه تتعمل ولا كل واحد يصور لي مش عارف عمل ايه وراح فين وجي منين والمواطن ده راح على الحدود والمواطن ده عيب، عيب. لانه برضو الدوله فيها ما يكفيها. وتاني هقول لك تفكيرك بره المنطق ان الدوله تقول لحضرتك ايه الاجراءات اللي بتاخدها لحمايه امنها القوم، هي تقول لك خطوط عريضه بس، لكن مش هتخش في تفاصيل لانه مفيش دوله بتعمل كده في العالم ومفيش مسؤول بيعمل كده في العالم ان يقول لك ادق التفاصيل، لان كده ما تبقاش امن قوم. بقى تبقى امن قومه فين؟ والنبي ناخد بالنا من التبصيرات الصغيره دي وبلاش ننساق وراء هؤلاء. انا بسمع كميه ناس على السوشيال ميديا بيتم تداولهم مش ممكن، وكله بيتكلم في الشأن المصري. فرجاء هذا الامر ناخد بالنا منه ون يعني زي ما بقولوا كده ايه، نستعيذ بالله كده لما نسمع مثل هذه الاخبار ونهدى. والمسؤول ما شاء الله دلوقتي عندنا القاهرة الإخبارية لما بيكون في حاجة بيخش مسؤول مصري بيتكلم في هذا الأمر، مسؤول مصر رفيع المستوى بيتكلم في هذا الأمر وبيقول وجهة نظره في الموضوع. في عندي خبر عشان برضو أفهمه وأفهم الدنيا رايحة فين وجاية منين، إنه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ يوم الحد الجاي هتناقش إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي بناء على مقترح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء. النائب أكمل نجاتي ده عضو مجلس شيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب. الحقيقة ممكن حد يفهم الخبر بسكة تانية، يعني ممكن حد يفهم الخبر كده بأسلوب أو بشكل مختلف. فالحقيقة قلنا نكلم سيادة النائب أكرم أكمل نجاتي والحقيقه يقول لنا ايه المغزى من هذا الخبر وعايزين نعمل بيه ايه وايه الفايده اللي هتعود علينا في هذا الخبر. سياده النائب اكمل نجاتي ازي حضرتك يا فندم؟ انا سامع استاذ جابر ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. ايه الموضوع بالظبط في هذا الامر؟ الحقيقه ان في تقرير صادر عن البنك المركزي في 2021 كان بيتكلم على الاجراءات والخطوات الخاصه بالشمول المالي والاستقرار المالي. وكان من ضمن هذه الخطوات هو إصدار عملة وطنية رقمية. طب ليه عايزين نعمل عملة وطنية رقمية؟ أولا ده التوجه العالمي للبنوك المركزية. تمام. والبنوك المركزية العالمية كلها فكرت في هذه الأداة لعدة أسباب. السبب الداخلي
هو طبعا انها اداه من اداه الاستقرار المالي، تمام الشمول المالي، تمام الشفافيه الماليه، لانها بتساعد على عمليه كنترول اكتر للبنوك المركزيه في تداول العمله، وبالذات في تغيير العمله من عمله المحليه لعملات اجنبيه. ويمكن ده هيبقى جزء كمان مهم لينا في مصر دلوقتي لمواجهه السوق السوداء للعمله الاجنبيه. الحاجه الثانيه ان كمان في موجه كده ظهرت من خلال العشر سنوات السابقه، وهي ان المواطنين ساعات بيستثمروا امالهم في حاجات اسمها العملات المشفره زي البيتكوين وخلافه، ودي عملات لا تصدرها البنوك المركزيه وما فيهاش اي رقابه، ويمكن حصل فيها موجات من موجات يعني السرقات والنصب الدولي وخلافه. فالعمله الرقميه هي عمله امنه، بتمنع تزوير العمله، بتساعد كمان الدول اللي بتعمل مبادلات او بتعمل تجاره بينيه ما بينهم بالعملات المحليه، ويمكن احنا عشان داخلين البريكس كمان فهيبقى دي احد الادوات لمبادله العمله المحليه بيننا وبين الدول اللي احنا بنشتغل معاهم او بنتبادل معاهم تجاريا في بعض السلع او الخدمات. طيب سياده النائب، المواطن البسيط بيسال ايه علاقه ده بالعمله الحاليه بالجنيه؟ هي نفس العمله، بس بدل ما انا بشتغل بالعمله الورقيه اللي في ايدي انا بشتغل بعمله على محفظه الكترونيه، واحنا دلوقتي احنا ماشيين في نص الطريق. احنا عندنا دلوقتي ابلكيشنز كتير موجوده في مصر مؤمنه وصادره عن البنك المركزي زي انستا باي، وده صادر عن البنك المركزي، بنتبادل بيه، بنبعت لبعض تحويلات عمله محليه ما بين المواطنين العاديين زي الحواله بتاعت البريد زمان لو انت حضرتك فاكرها. هي نفس الطريقه، لكن في تقدم تكنولوجي بيدي امان اكتر وبيسهل الاجراءات، وكمان بيمنع كمان بيبقى في جزء من مكافحه الفساد، ان مش هيبقى يعني طبعا وصلنا للشمول المالي الكامل اللي احنا بنسعى اليه من 2016، مش هيبقى في عمله كثيره من الفئات الكبيره اللي هي اكبر من 20 جنيه متداوله داخل السوق، فده هيمنع كمان مكافحه الفساد والرشاوي وخلافه. طيب ارجع تاني، هيعود بالنفع على المواطن. ايوه، لانه دايما المواطن هيبقى فلوسه محفوظه زي ما البنك المركزي حافظها حتى الان، وفي نفس الوقت مش هيبقى في مجال للرشاوي او للفساد. يعني كده كده سياده النائب، ان المواطن لازم ينزل الابلكيشن ده ويشتغل عليه، بقى يبقى اشتغل يعني تكنولوجي. طبعا، وده 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 في ميزه موجوده في كل العالم. حضرتك طبعا لفيت دول العالم كتير، تمام. معظم دول العالم ما فيهاش كاش كتير، معظمها كلها تحويلات اونلاين. طبعا الفيزا او استخدام الاي تي ام او كروت الفيزا ليها ليميت، ليها حد في السحب. صحيح، دي كمان هتفيدنا ان احنا في التعاملات الصغيره البسيطه يعني هتساعدنا كمان في ضم الاقتصاد الغير رسمي، لان احنا بنستخدم العمله الصغيره او يعني ما دون ال 20 جنيه مع بعض الاقتصاد الغير رسمي، برضو العمله الرقميه هتساعدنا في انها تبقى احد ادوات ضم الاقتصاد الغير رسمي. طيب يعني سؤال برضو متعلق دي، مع الوقت يعني حضرتك بتقول احنا في نص الطريق، يعني معناها ان احنا بعد كام سنه هتبقى في عمله رقميه وطنيه؟ طبعا المفروض وهتبقى على الكل بقى. طبعا طبعا، ده وانا عايز اقول لحضرتك احنا يجب ان احنا نسرع باصدارها، ويمكن هو ده احد اسباب تقديمنا الاقتراح برغبه، هو سرعه الاصدار. يعني البنك المركزي ماشي في شويه خطوات، لكن طبعا عشان الازمه العالميه اللي موجوده تمام. ممكن تكون في بعض الخطوات تاجلت، لكن احنا لازم نسرع بده، واحنا مش اول دوله عربيه تعمل ده، للاسف في دول عربيه اخرى سبقتنا الى هذه العمله الرقميه الوطنيه. طب الجنيه هيبقى اخباره ايه بقى؟ الجنيه هيفضل الجنيه، ده العمله الوطنيه بتاعتنا اللي بنعتز بيها ونفتخر بيها مهما كان حاله. يعني تقصد حضرتك ان الجنيه ده موجود، هو موجود، هو لكن هو اللي حضرتك بتتكلم عليه ده عمله رقميه، اللي عايز يروح لها يروح لها، ما يروحلهاش ما يروحلهاش، صح كده؟ طبعا، واسمها الجنيه الرقمي، يعني هي اسمها اصلا الجنيه الرقمي، مش هيبقى ليها اسم تاني، لان دي العمله الوطنيه المصريه. يعني احنا دلوقتي بنناقش اصدار ما يسمى الجنيه الرقمي. أيوة. ده يا فندم انت متوقع ان هو بعد المناقشه متوقع ان ده يبقى انجازا امتى؟ يعني طبعا ده لانه في اجراءات كثيره تتخص يعني خاصه بالامن السيبراني، وطبعا تصريحها خاصه ممتاز. البنك المركزي صحيح. وخلافه صحيح. ممكن تاخد لها من سنه لسنتين، بس احنا طبعا
بالبنيه التحتيه اللي عندنا متقدمه في تكنولوجيا المعلومات والمجهودات اللي بتتعمل في قطاع الاتصالات، اظن ان احنا مع البنك المركزي ممكن نصل لمده زمنيه اقل، تبقى سنه سنه ونص بالكثير قوي، علشان كمان نقدر نكون ذو كفاءه بنكيه مع الدول اللي احنا هنتعامل معاها في البريكس. يعني اقدر اقول ان 2026 بدايه العمل بعمله رقميه وطنيه اللي هو الجنيه الرقمي؟ احتراما للدستور واحتراما لاستقلاليه البنك المركزي ما نقدرش نحدد الميعاد، صاحب الميعاد الوحيد هو البنك المركزي. حضرتك بتقول لي في سنه سنه ونص، يعني ده المتوقع ان احنا هنحاول ان احنا نكلم البنك المركزي فيه، لكن صاحب السلطه الحقيقيه في تحديد الميعاد هو البنك المركزي احتراما للدستور واستقلاليه البنك. الله ينور عليك، الله ينور. لكن لا تاثير لده على وجود الجنيه اصلا، الجنيه الورقي؟ لا 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 لا، ولا الجنيه اللي هو بتاعنا ده. حاجه مساعده زي كل ادوات الشغل. الله ينور. اللي عايز يروح لها، اللي عايز يروح لها يروح لها. طبعا مش عايز يروح لها، لان الناس فهمت انه ده هيبقى بديل عن الجنيه اللي في ايدينا، يعني عن الجنيه العمله المتداوله. لا 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 طبعا مش بديل، لكن هو حاجه ذو كفاءه اعلى، وهتخفض لنا تكلفه الطباعه. لان تكلفه الطباعه عاليه، وكمان هتزود العمر طبعا، ان ده حاجه رقميه، يعني العمر انا فهمت اكبر من الورقي. أنا فهمت. وهتساعدنا في التجاره، وده المهم ان الناس تبقى عارفاه، ان ده اكتر مخصص للشركات وللمشروعات الصغيره، وكمان للمشروعات الخاصه الالكترونيات. الله ينور عليك، الله ينور عليك. يعني انت وديتنا برضو لسكه انه هيسهل لنا عمليه التبادل التجاري. طبعا. المؤسسات التجاريه، المؤسسات الاستثماريه، ده اكتر هيبقى مفيد ليهم. طبعا. لكن طبعا. المواطن ما يصابش بـ 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 يعني لا لا لا. ما عندوش مشاكل. لا ما يصابش. خليك يا عمي بالجنيه بتاعك، عايز تشتغل بالعمله الرقميه او بالجنيه الرقمي، اهلا وسهلا، وده مطبق في العالم. مش عايز تشتغل بالجنيه الرقمي، خليك في الجنيه بتاعك. صح كده يا فندم؟ صح كده. بشكر حضرتك سياده النائب، شكر جزيل سياده النائب اكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. انا قبل كده قلت لحضراتكم انه انا واحد من الناس اللي معجب بالدور اللي بيقوم به الشباب في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، لانه انا بالحقيقه بروح لمناطق حلوه، يمكن في ناس يعني ايه تتراجع عن الدخول فيها. لا حضرتك لما بتقعد مع واحد من شباب الاحزاب والسياسيين، تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، بتقعد معاه على هذه الترابيزه او في اي برنامج بسمعه او بسمعها، اي زميل او اي زميل، وهو بيتكلم في قضيته هو فاهم. يعني اختيار اعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين مش جاي من فراغ، لا ده كدر، وده الميزه مش كوسة، وبقولها بعلو حس، يعني مش كوسة، لا ده ناس دارسة، ناس دماغها مليانة معلومات ومليانة إجراءات ومليانة شغل، وفوق كل ده في متابعة دقيقة. خد مني أنا في متابعة دقيقة اللي بيجرى من الحاجات الجميلة المحترمة اللي اتعملت في البلد، هي تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين. شباب زي الورد عندنا من 2018 شغالين، شباب زي الورد. النهارده لما كنا في انتخابات الرئاسه هم معانا بيفك طلاسم الامور، في غزه هم معانا بيفك، ناس متخصصه هنا وناس متخصصه هنا. اكمل نجاتي، وانا متخيل ان هو برضو بيفهم في الاقتصاد، بيفهم له بعد اقتصادي وبيتعامل مع الامور الاقتصاديه. فالراجل عضو مجلس الشيوخ قال لك وانا ليه ما تقدمش، وانت بتكلمه مفيش لجلجه بقى، مفيش كلمه من هنا، مفيش كلمه، لا بيرد على الاسئله وكانه انا مش قصدي حاجه، بس كانه الوزير، كانه المسؤول، وهو بيتكلم بمنتهى الاحترام. يقول لك انا ما اقدرش ادي لك، بص الدقه برضه في الكلام، ما اقدرش ادي لك ميعاد لانه ده تخصص جهات اخرى. هو ده الجمال يا فندم، هو ده الجمال. زميلتنا مارينا امير الحقيقه راحت النهارده الصبح ماراثون غزه. الحقيقه انا بشوفه قبل الهوا على طول في محميه وادي دجله، وانا بشوفه قبل الهوا على طول. وزاره التضامن الاجتماعي اللي بنشكرها دايما بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصريه تضامنا مع اشقائنا في فلسطين، الحقيقه عملوا حاجه كده بديعه، يعني حاجه رياضه وبتاع شكلها محترم كده، المزيكا المصاحبه والحاجات اللي ذو شجون
والاغاني بتوع فلسطين والمشاركين اللي وصلوا تقريبا ل 10,000 والضيوف او الـ 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 المجموعه اللي بتتكلم في التقرير. شكرا مارينا امير على التقرير. وكل ايرادات هذا الماراثون هتروح لاهالينا في غزه. احنا بنقول ليه ده؟ لانه احنا الموضوع مش سياسي بس، لا موضوع رياضي وفني وثقافي والحب بيننا وبين وحب بيننا وبين بلدنا حب عظيم، حب بيننا وبين فلسطين حب عظيم. خرج من هذا الماراثون 50 شاحنه، صح كده يا شباب؟ 75 شاحنه كمان خرج من هذا الماراثون، 75 شاحنه. يعني الفلوس اللي طلعت منه عملوا بيها 75 شاحنه. طبعا ان نحن لا نمن على احد لا على الاطلاق، ده واجبنا واجبنا واجبنا، بس انا مبسوط بالافكار الجديده اللي بتطرحها وزاره التضامن بالتعاون مع القبائل المصريه. نشوف التقرير بتاع مارينا امير ونرجع لحضراتكم. من قلب القاهره هنا فلسطين، كاميرا مانشيت رصدت مشاركه الوفود في ماراثون ران فور غزه بمحمية وادي دجلة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومجلس القبائل والعائلات المصرية. كل الدعم لأخواننا في قطاع غزة. حضرتك تجمع أكثر من 75 شاحنة، كل دخل الماراثون لدعم القطاع. وعندما جاءت الفكرة لن ندخر جهدا في تنظيم الماراثون وفي دعم الماراثون. احنا ليست دعاة حرب، ولكن احنا دعاة سلام بالأصول. ولكن عندما يتخطى أي جانب على أي قرارات سيادية للدولة المصرية سيرون الغد المناسبة. يعني الماراثون النهاردة رسالة للعالم كله إن إحنا كلنا وراء الشعب الفلسطيني، إن الشعب المصري والشعب العربي كله في ظهر الشعب الفلسطيني، وإن إحنا بنوصل رسالة للعالم كله إن الأراضي المصرية هي ملك للشعب المصري فقط لا غير، وإن إحنا ضد ان اي ممارسات تؤدي الى تهجير الشعب الفلسطيني الى خارج اراضيه. فاحنا النهارده بنوجه رساله من خلال الماراثون الخير ده، ان الماراثون ده كله دخله لدعم الشعب الفلسطيني. النهارده جاي اشارك في ماراثون بالنسبه لاخواتنا في غزه، وانا بلعب رياضه على طول دايما، بس المرة دي حبيت اجي اشارك عشان خاطر غزة واللي بيحصل فيها. انا جاي النهارده اشارك في الماراثون ران فور غزة عشان ده دعم لكل اهالينا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم. انا قناعات الولاد ان هم يجوا، لان غزة دي وطن، يعني جزء من الوطن الكبير بتاعنا، وان احنا كلنا لازم نساند بعض، فاللي احنا نقدر عليه لازم نعمله. اولادنا عرفوا الفلسطينيين بيعانوا قد ايه وايه اللي ناقصهم وايه اللي هم محتاجينه وارضهم ايه وحدودها ايه. دي احلى حاجه حصلت في التطورات الاخيره دي، والواحد ما بيصدق اي حاجه يشارك فيها وترجع لهم في الاخر، ماراثون، اطعام، حاجات، يعني الواحد يتمنى اي حاجه توصل لهم. على عهدي على ديني على ارض تلاقيني، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. احنا النهاردة بنشارك في الماراثون الوان كيلو علشان اخواتنا اللي في غزة. انا متابعة في الاخبار، وانا بقول يرجعوا في بلدهم وهم كويسين. انا جاي اشارك في الماراثون وان كيلو عشان دعم اطفال غزة. انا بتمنى هم يبقوا كويسين ويرجعوا بلدهم. مصر داعمة للقضية الفلسطينية منذ يومها الأول، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يذهب عائد الماراثون إلى أهالينا الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. مارينا أمير، مانشيت. أنا دمي فلسطيني. شكرا مارينا أمير. شكرا يا فندم. وزارة العمل في حاجة دي جماهيرية شوية ممكن أن حضراتكم برضو تهتموا بيها، بتطلق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة. واخدين بالكم الإلكترونيات، يعني شغالين دلوقتي الإلكترونيات، ما عادش فيش حاجة اسمها كده يدوي، كل حاجة شغالة إلكترونيا دلوقتي. سيادة الوزير حسن شحاتة وزير العمل وجه بسرعة البدء في إطلاق بث أولي للمنصة
على عدد من المحافظات بالتوالي وتسجيل كل العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه. خلينا ناخد هذا الأمر كده ونروح به للأستاذة الشيماء عبد الله كمال مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، تقول لنا إيه هو الموضوع بالظبط وإزاي يستفيد منها المواطن. يا أستاذة الشيماء إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. كيف يستفيد المواطن من هذه المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة؟ حضرتك طبعا إنشاء المنصة الإلكترونية دي الهدف منه ميكانة كافة الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة سواء فنيا وماليا وقواعد بيانات. الملف ده من ضمن تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي اللي بتهدف ليه الجمهورية الجديدة لميكانة كافة الخدمات المقدمة من كل الوزارات وطبعا بما فيهم وزارة العمل. ازاي المواطن هيستفيد من الخدمة دي؟ المواطن حاليا او صاحب العمل حاليا علشان يفتح ملف للعمالة غير المنتظمة او يسجل عليه عماله ويسدد النسبة بتاعته، الحقيقة هو بيضطر ان هو يتوجه للمحافظة اللي فيها مقر الاعمال. والمحافظة دي ممكن تكون بعيدة، يعني هو ممكن يكون صاحب العمل في محافظة القاهرة مثلا في الجيزة، مقر الاعمال يكون في بني سويف في اسوان في الاقصر، فبيضطر يسافر وبياخد معاه كل المستندات الخاصة بعمليته والمستندات الخاصة بعماله علشان يقدر يسوي عمليته في المحافظة دي. طبعا ده مشقة وجهد وتعب وتكلفة مالية زيادة. المنصة الحقيقة عالجت كل ده، عالجته ازاي؟ ان هو هيقدر يرفع كافة المستندات الخاصة بعمليته، كذلك العمال بتوعه كلهم يسجلهم على المنصة الكترونيا من بيته، من مقر عمله، من عربيته، يقدر يرفع كافة الداتا دي. ده هيؤدي لإيه أو إيه هي المميزات الخاصة بالمنصة؟ ده طبعا هيعمل سهولة وتيسير في الإجراءات، كذلك دقة في البيانات وسرعة ودقة في المعلومات المطلوبة. إن الـ البيانات كانت بتتاخد بشكل ورقي في الأول، كان بيقدم البيانات بتاعته كلها بشكل ورقي وبيروح المديرية، طبعا بيحصل تكدس وازدحام، الباحث الموجود في المديرية بيراجع لكن ما بيتمكنش. طب المواطن البسيط، معلش يا أستاذ الشيماء، المواطن البسيط اللي مش فاهم المعادلة دي يعمل ايه؟ يعني في مواطن بسيط في عمالة غير منتظمة. ايوه صح. انا بشوف حتى العمالة المنتظمة دلوقتي موجودين في بعض الميادين ماسك القدوم في ايده ومستني حد يقول له تعالى اشتغل، مش دي عمالة غير منتظمة ولا انا؟ طبعا دي عمالة غير منتظمة. طبعا دي عمالة يوصل بقى للمنصة دي ازاي؟ قصد حضرتك تسجيل العماله يعني؟ يعني ما هو هيتسجل عند حضرتك بحيث لما حد يحتاجه هيلاقيه بالظبط، حضرتك هتجيبيه بسهوله. تمام. هو بقى يوصل لحضرتك ازاي؟ تمام. بالنسبه لتسجيل العماله يا فندم، انا عندي طريقين لتسجيل العماله. اما المقاول او صاحب العمل بيسجل العماله اللي عنده على المشروع اللي هو بيسدد عليه اساسا النسبه، فطبيعي بيجيب العماله كلها اللي موجوده عنده في الموقع وبيسجلها. الطريقة الثانية للتسجيل هي الحصر عن طريق مفتشين التفتيش والسلامة والصحة المهنية الخاصين بوزارة العمل. دول بقى اللي بينزلوا مواقع العمل، سواء بقى المواقع العمل في المشاريع الكبرى والمشاريع القومية وفي الميادين، هو ده أساسا شغلته كده، إنه يعمل حصر لأماكن تواجد العمالة دي ويجيبها من أماكن تواجدها ويسجلها. كذلك عشان تكون موجودة عندي في القاعدة للتشغيل اللي حضرتك طرحته دلوقتي، نفترض إن في مقاول أو شركة طالبة عدد ما من العمال، أنا برجع لقاعدة البيانات دي وبوفر من خلال طبعا إدارة التشغيل، بتوفر من خلال قاعدة البيانات دي العدد المطلوب. يعني احنا ممكن نناشد يا أستاذة الشيباء، نناشد أي عمالة غير منتظمة دلوقتي بتتخذ من مكان ما بتتواجد فيه مستنية واحد يقول لها تعالي اشتغلي، تعالي نزلي 1000 طوب، تعالي شيلي 1000 طوب، تعالي طلعي أسمنت، تعالي، مش العمالة دي اللي حضرتك برضو تستهدفوها؟ صح كده؟ صح يا فندم، بس هو حاليا التسجيل على المنصه زي ما وضحت لحضرتك كده هو بطريقتين، اما عن طريق المقاول او الشركه هي اللي بتسجل العماله دي على الموقع بتاعها، ولو ما سجلش يبقى خلاص، او عن طريق مفتشين التفتيش اللي بينزلوا مواقع العمل، لكن ان العامل هو اللي يسجل نفسه على المنصه لا، ده مش مطروح حاليا. حاليا ما فيش امكانيه لان العامل هو اللي يسجل نفسه على المنصه دي، هتطرح مستقبلا ان شاء الله. والمقاول لازم يكون معتمد عند حضراتكم. المقاول بيجي بالعمليه بتاعته بالمشروع بتاعه او بالعمليه بتاعته، بيسدد عليه الرسوم وبيسجل العمال اللي عليه على المشروع.
مستقبلا ان شاء الله هيتاح أيوة. هيتاح خدمه ان العامل هو اللي يقدر يسجل نفسه، ده مع تعديل اللوائح ده هتبقى اهم، ده هتبقى اهم فعلا طبعا أهم. مع أهم. تعديل اللوائح الموجوده ومع ان شاء الله اقرار صندوق العماله غير المنتظمه ان شاء الله هيتاح تسجيل العامل لنفسه، وهتنزل الضوابط الخاصه بالتسجيل دي وهتعلن وهتبقى متاحه للجميع ان شاء الله مستقبلا. شكرا جزيلا الاستاذه شيماء عبد الله كمال، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل. بشكر حضرتك شكر جزيل، وبشكر الوزير حسن شحات على جهده في هذا الإطار. حاجات كويسة بتتعمل يعني. بعد اختيارها ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب في دورته المقبلة 56 في إشادة عربية واسعة بمهرجان عمان للابتكار. عندنا أنا كنت قابلت الدكتور عبد المنعم الحسني وزير الإعلام الأسبق في سلطنة عمان، قابلته في معرض الكتاب في الدورة 55 في معرض كتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب. والحقيقة أنا يعني عمان بالنسبة للواحد الحقيقة يعني رمانة ميزان كده في المنطقة، يعني من ضمن الدول اللي تقدر تقول عليها رمانة ميزان، ودولة الحقيقة تتسم بالسماح، يعني هي ما تقدرش تمسك هي مع مين ضد مين رايحة فين جاية منين، عندها توازنات كده. فبالتالي أي خبر بيصدر عنها او اي مشاركه ليها او اي مشاركه فيها ده بيبقى الحقيقه خبر بالنسبه لنا حاجه محترمه. يعني عمان هتكون ضيف شرف معرض الكتاب السنه الجايه، يعني الدوره 56. ومن ايام قليله كده كانت اختتمت فعاليات مهرجان عمان سلطنه عمان للابتكار 2024 في النسخه الاولى، كان مشارك فيها عدد كبير من الدول العربيه ومنها طبعا مصر. أهمية الحرس باعتباره إضافة نوعية لمنظومة الابتكار، والحقيقة ده اللي نقول لحضراتكم عليه، في برامج كتير اتعرضت في هذا الموضوع، ودي كان تعاون كبير بين الدول العربية من خلال سلطنة عمان اللي لها كل الشكر والتقدير. وأنا بتكلم برضو عن سلطنة عمان، البريد المصري بيشارك في منتدى القادة البريديين الأول للمنطقة العربية بعمان، وإحنا بنتكلم برضو عن سلطنة عمان، شارك هذا الأسبوع البريد المصري في منتدى القادة البريديين الأول للمنطقة العربية اللي استضافته سلطنة عمان بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريد العالمي بمشاركة رؤساء الإدارات البريدية العربية من 18 دولة عربية. الحقيقة المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريد العالمي السيد مساهيكو ميتيكو هو اسمه كده يعني، وماريان أوزفالد نائب المدير العام وخبراء المكتب الدولي في مجال الرقمنة، وده الحقيقة كان لتخفيف الأعباء عن المواطنين. في جلسات كتيرة جدا في المنتدى حملت أهمية خاصة في هذا الإطار، وكان نجاح كبير جدا للبريد المصري في المشاركة في هذا المنتدى. انطلاق مبادرة كلنا واحد لخفض أسعار السلع تحت رعاية سيادة الرئيس في هذا الإطار، ودي مبادرة كلنا واحد النهاردة الجمعة حتى نهاية شهر رمضان القادم لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية. وزي ما حضرتك كده شايفين الداخلية، وزارة الداخلية يعني تترك المرحلة 25 لكلنا واحد وتخفيضات 40% في 2014 في 2048 منفذا بمناسبة رمضان، وإحنا بيبقى عندنا 67 شادر بمختلف محافظات الجمهورية والآخر. فالحقيقة شغل جبار من وزارة الداخلية في هذا الأمر، هو مش شغلها أصلا لكن هي بتشارك في هذا الموضوع لتخفيف الأعباء على المواطنين. فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية، كل الشكر والتقدير لوزارة التموين والتجارة، يعني رغم أن الواحد برضو يعني الحقيقة يعني للجميع التقدير والاحترام في هذا الأمر. الصحافة المصرية كده في أسبوع، خليني أبدأ بروزا اليوسف وزميلتنا العزيزة سمر العربي، وعمل حوار مع الدكتور أو المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في حواره لروزا اليوسف، وقال نستهدف استثمارات أجنبية بتسعة مليار دولار وطرح سبع شركات بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وجاري حاليا أعمال المسح السيزمي وتحليل البيانات بعدد من المناطق البرية والبحرية استعدادا لطرح مزايدات جديدة. وقال برضو نعمل على الإسراع بالإنتاج وتنمية الحقول الجديدة لتعويض التناقص الطبيعي لمعدلات الإنتاج من المواد البترولية، وبيتكلم الحقيقة في كل ما يتعلق بالمجال البترول ومجال التعدين. كل الشكر لزميلتنا العزيزة الأستاذة سمر العربي في هذا الإطار، لأنه دي الحقيقة حاجات بتبقى يعني الواحد بيفتقد بعض الحوارات المهمة في هذا الأمر يعني.
المصور وزميلنا العزيز الأستاذ أحمد أيوب وزملائي. مصر جاهزة لكل السيناريوهات. طبعا بيتكلم على الوضع في غزة والوضع في رفح دلوقتي. حكومة المتطرفين الإسرائيلية تشعل المنطقة بين الأحمق والشيطان. هذا الغلاف المحترم وكاتب الأستاذ أحمد أيوب أن الدولة جاهزة لكل السيناريوهات ورفح خط أحمر وسيناء ليست مجالا للمغامرة. وأيضا زميلنا العزيز محمد رجب كاتب الأحمق والشيطان والسيناريو المدمر، اجتياح رفح الفلسطينية مخطط إسرائيلي ينذر بإشعال الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أيضا الدعم بلا حدود ومواقف لا تتغير، مصر والقضية الفلسطينية والأستاذة منار عصام بتتكلم في هذا الأمر، والحكومة تساند محدود الدخل لمواجهة الغلاء. فكل ده الحقيقة جزء من الصحافة بنتناوله. وعندنا أيضا مجلة نص الدنيا وهتشوفوها قدام حضراتكم، وزميلتها الأستاذة مروة تبجي وكل الزملاء في نصف الدنيا دايما اهتمامها بيبقى منصب على الأسرة والمرأة والآخر وكده. فالحقيقة شغل محترم جدا في هذا الأمر، وإن شاء الله بإذن الله التوفيق للأستاذة مروة تبجي وكل الزملاء في نصف الدنيا. لو أنا بكلم حضراتكم كده بمنتهى الأمانة لفت نظري بس بعض، احنا عندنا أخبار اليوم بكرة يا ولاد مش كده؟ هل ممكن تحطوا لي الصفحة بس الأولى بتاعة المصر بتاعة الأخبار اليوم؟ عايزين فاصل؟ طيب ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم. عدنا لحضراتكم. كنت بكلم حضراتكم في أول البرنامج خالص عن الهبد الإلكتروني اللي شغال، وكل واحد قاعد ورا الكيبورد وبيفضل مبسوط. أنا من التجاوب المسؤولين في هذا الأمر لأي قضية تتعلق بالأمن القومي. ونقلا عن القاهرة الإخبارية، وزي ما قلت لحضراتكم تاني أن الأمور اللي زي دي لا يجب أن نتدخل فيها ولا يجب أن نعبث بها، ويعني نتروى كده. عندي متحدث عسكري، عندي قناة اسمها قناة القاهرة الإخبارية، أنا بتخيل أنه القاهرة الإخبارية قايمة بدور محترم في هذا الإطار. بيطلع المسؤول أو مسؤول في الدولة بيتكلم عن هذا الأمر. قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر، نقلا عن القاهرة الإخبارية، قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن ما جرى قبل قليل في المعبر لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد المصدر مساء الجمعة أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر. وبين أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع. وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات. الهبد بقى بيتكلم على مصر والإلحاق قلنا الحاجات اللي زي دي لا داعي أن حضرتك تتقمص شخصية المسؤول وتهبط في حاجات زي دي. هقول الخبر تاني. قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن ما جرى قبل قليل في المعبر لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد المصدر مساء الجمعة أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر. وبين أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع. وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات. اللهم نجي فلسطين وأهلها، اللهم نجي فلسطين وأهلها، اللهم احمي مصر
واحمي حدودها واحمي أهلها واحمي مؤسساتها واحمي شعبها. اللهم احمي مصر تاني، اللهم احمي مصر، وسيبوا موضوعات الأمن القومي والموضوعات بتاعت رفح وغزة وسيناء، سيبوا هذا الأمر لأصحاب الأمر أرجوكم. أنا بكلم إخواتي وحبايبي اللي موجودين على السوشيال ميديا واللي مش بيبطلوا هبد، رجاء هذا الأمر بلاش تتقمص شخصية المسؤول وتتولى أنت تسمع كلام واحد من برة قاعد برة ومعاه منصة إلكترونية وعمال يتكلم فيها ويهبد بكلام ملوش أي ستين لازمة. عندنا قناة القاهرة الإخبارية، عندنا إكسترا نيوز، عندنا المؤسسات بتاعتنا، عندنا المسؤولين بتوعنا، عندنا المنصات اللي من خلالها ممكن يعلن هذا الأمر، عند اليوم السابع، عند الوطن، عند الأهرام، عندي ده كل ده موجود. لو في حاجة زي دي هيطلع المسؤول يتكلم في هذا الأمر زي ما أنا كلمت حضراتكم دلوقتي. فرجاء رجاء ناخد هذا الأمر بجدية وباحترام وبتقدير، وبلاش نتطرق لأمور تخص الأمن القومي بعقلنا ولا بقلبنا. سيب الأمن القومي ده لأصحابه. هذا بقى اتكلم في الأسعار، اتكلم في أي حاجة تانية زي ما أنت، اتكلم في الأكل، اتكلم في الشرب، اتكلم، محدش مسك لسانك يا فندم على عيننا وعلى راسنا. أنا زي زيك، أنا زي زيك بشتكي برضو من حاجات وبعمل حاجات وبتاع وكده وبتكلم وبقوله بعيد، لكن عند الأمن القومي أربط لساني، عند الأمن القومي أربط لساني. فرجاء ناخد بالنا من الحتة دي، رجاء ناخد بالنا من الحتة دي. بعد الفاصل ألتقي وكاتبنا الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. لا أنا مش سامع، أنتوا بتكلموني؟ في حد يكلمني؟ طيب الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحوارنا الأسبوعي بإذن الله. وأكيد هنتطرق بقى لقضايا عدة في هذا الأمر، عندنا زيارة بتاعت أردوغان وزيارة رئيس البرازيل وزيارات متعددة، والوضع برضو في غزة والوضع في فلسطين والوضع في رفح، والحاجات دي كلها المفروض تبقى محل اهتمام من جانب الأستاذ كرم جبر في هذا الإطار. هاخد فاصل وبعد الفاصل ألتقي بالأستاذ كرم جبر. عدنا لحضراتكم وكاتبنا الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. زي ما عودنا على حضراتكم كده بقالنا شهرين تقريبا داخلين في هذه المعمعة التي تجوب أخبار وتحليلات الأسبوع بكامله. بنيجي يوم الجمعة كده الحقيقة يعني بالبلد كده بننقنق مع حضراتكم في هذا الأمر، ومش هنلاقي يعني أقدر من الأستاذ كرم جبر باعتباره صحفيا مخضرما، والحاجة التانية أنه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برضو بينظم لنا كده الأمور الإخبارية والأمور التحليلية في هذا الإطار. برحب بحضرتك أستاذ كرم، وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ جابر. عندنا أعتقد يعني الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو زيارة السيد أردوغان إلى مصر، أعتقد يعني حضرتك تتفق معي في هذا الأمر. لا أتفق معك تماما. تمام، إحنا بعد 10 سنين أو أكثر من آخر زيارة لي للقاهرة، وبعد جمود في العلاقات الحقيقة في تطور مهم جدا في هذا الأمر، وأنا بشوف أنه هي زيارة موفقة من الناحية حتى التحليلية اللي أنا سمعتها من كل المحللين في هذا الأمر. يعني الزيارة لو حطينا لها عنوان يعني طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة. تمام. يعني سبحان الله ده نتاج للسياسة المصرية الهادئة والعاقلة والرشيدة. طول سنوات احنا كنا شايفين يعني حرب التصريحات المشتعلة من الجانب التركي، من الجانب المصري هدوء وعقلانية، وما تمش يمكن تناول الشأن التركي يعني بشيء مسيء. يعني طبيعي ده بيمهد الطريق انك تجني الثمار. اللي حصل
انت رفعت العلاقات الى المستوى الاستراتيجي والاتفاق وقعه الرئيسين في الاجتماع الاخير وفي زياره للرئيس في ابريل. انت بتجني ثمار الدبلوماسيه او السياسه المصريه اللي وضعها الرئيس منذ ان تولى الحكم. ده الامر الاول. الجانب الاقتصادي يعني في اتفاقات هنستفيد من تركيا دوله من الدول اللي انتاجها ضخم وفتح السوقين. وعلى فكرة طول الفترة اللي فاتت الأسواق مفتوحة، العلاقات الاقتصادية لم تتراجع، العلاقات الاقتصادية مستمرة. نفس الأمر الرئيس البرازيلي برضه نفس الحكاية، إنه هو بيطلب إن العلاقات بين البلدين يتم رفعها إلى المستوى الاستراتيجي. فيعني أقول إيه بقى، يعني أنت عندك يعني دولة بتتغطرس في المنطقة وعندك الدول الكبيرة دولتين كبار في أماكن مختلفة في العالم جايين يمدوا إيد الصداقة لمصر في اتفاق حوالين القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة من البلدين من الطرفين. يعني حتى الرئيس قال، يعني الرئيس البرازيلي قال إن إسرائيل بتقتل غزة بطريقة غير مسبوقة في التاريخ، ففي اتفاق. لكن لو جيت على يعني الملف أو العلاقات التركية، العلاقات التركية من أهم ما تم الاتفاق عليه من وجهة نظري الوضع في ليبيا ومتمثل في أمرين، الأمر الأولاني توحيد الجيش الليبي والأمر الثاني الإسراع بالانتخابات. إذا تموا الاثنين دول وإن شاء الله هيتموا، ده هيؤثر على مصر وعلى الأمن القومي المصري بشكل كبير. توحيد الجيش الليبي معناه القضاء على الميليشيات المسلحة اللي عددها كبير واللي منتشر في كذا دولة عربية، حكاية الميليشيات دي. فطبعا ليبيا تجار، يعني استقرار الأوضاع في ليبيا يساوي استقرار أو يساوي أنه بيستفيد منه الأمن القومي المصري. وإحنا نتذكر يمكن في فترة ما كان في توتر كان في تصريح للرئيس قال سرت خط أحمر بالنسبة لمصر. أذكرك فبراير يعني 2015 زي اليومين دول يعني وقع الحادث بتاع ذبح المصريين المسيحيين على خليج سرت. وطبعا مصر والمجلس الأمن القومي اجتمع ومصر أخذ الصقر هؤلاء قبل مرور 24 ساعة. وقدرت ان يعني الجيش المصري وقتها دمر كل المعسكرات اللي فيها الإرهابيين واخذ الصقر. وعندك كمان الحادث اللي كان بعده 2017، حادث الواحات المؤسف، الميليشيات الليبيه وتنظيم داعش عبروا الحدود ويعني واعتدوا على بعض الضباط المصريين الشهداء. هدوء الاوضاع في ليبيا والقضاء على الميليشيات مهم جدا، يعني هيخفف عليك اعباء كبيره في الناحيه الغربيه. فهنا بعدين الملف الثاني كمان الملف الخاص بالإخوان اللي كانوا هاربين إلى ليبيا وقعدتهم كبيرة جدا، يعني وكانوا بيديروا حرب عدائية اللي هربوا لتركيا تقصد؟ اللي هربوا لتركيا وكانوا بيديروا حرب عدائية. هو هل تم شيء في هذا الملف؟ أعتقد بص المظلة السياسية ما بين الدولتين الجيدة جدا والعلاقات اللي رجعت هتؤدي بالضرورة إلى أن تركيا هتضع حد على الأقل للهجوم على مصر من هذه الفصائل. يعني ممكن تسيب المنصات زي ما هي بس ما فيش هجوم؟ أنا لا أعتقد، أنا لا أعتقد أنه يعني أن هيبقى الهجوم بالشكل السافر اللي كان في الفترة اللي فاتت، وخصوصا أن تركيا يمكن في السنة الأخيرة بدأت تاخد إجراءات تحجم بيها. بس لسه برضو الرسائل زي ما هي، لكن احنا تقدمنا عدة خطوات. يعني هي تغيير وجوه تبقى السياسات. يعني هنا مطلوب يعني تركيا الفترة الأخيرة يعني خلاص بقت في علاقات دبلوماسية علاقات سياسية على أعلى مستوى، فهذا الوضع هينعكس على الفصائل الإخوانية اللي مقيمة في تركيا. مفروض يعني حملات الهجوم يعني تراجعت بدرجة كبيرة، لكن خلاص يعني دي دولة صديقة عليها أن تراعي اعتبارات الأمن القومي المصري، عليها أن توقف حملات الهجوم، عليها أن تدرك أن مصر لم تهاجم تركيا ولم تتعرض لسياستها. فهنا مبدأ المعاملة بالمثل هيبقى ضروري، هيفرض نفسه. طبعا
يعني مش مطلوب من تركيا انها تعتقلهم او تسجنهم. ايوه الله ينور عليك. لكن على الاقل اوقفوا حملاتكم العدائيه ضد مصر، وده وفقا للاعراف الدبلوماسيه والعلاقات بين الدول اصبح مطلبا من تركيا. يعني احنا عندنا شفنا في حتى وان لم يطلب فمن الذكاء ان تركيا تاخذ اجراء في هذا الامر ذلك. ان لم تطلب منها مصر وان لم تطلب تركيا ستفعل ذلك. ويعني وهي يعني اي اخواني حتى اللي عايش داخل مصر طالما لم يحرض ضد بلده ما فيش ضده اي اجراءات. يعني الاخوان اللي موجودين في مصر عايشين مثلهم، لهم نفس الحقوق والواجبات طالما لم يقتل او لم يحرض على القتل. فما في القانون واحد، فما فيش ايه ان ده اخوان انت عامله قانون خاص. دي شيء برضو راقي جدا يا استاذ كرم، ان انا ما عاملش كل الاخوان على انهم وحشين وانهم كذا. انا بتكلم على زي ما حضرتك تفضلت كده، وسياده الرئيس برضو اكد على ده، كل من تلوثت يده بالدماء او حرض على قتل او حرض على ارتكاب العنف او حرض على تدمير الدوله او حرض على تدمير المؤسسات، هو ده هنا يحاسب. طيب هنا وغير الاخواني السؤال، لو اي واحد عادي يديه تلوثت بالدماء او حرض يتحاسب. ايوه يبقى هنا القانون ما بيفرقش لا بين ده وبين اخواني. ما فيش، وانا بقول لحضرتك ان انا اعرف اخوان هادين كويسين جدا ما فيش مشكله فيهم. ما فيش، ما هو ده مجتمع، ده مجتمع بيحتوي كل الناس. وبعدين ما فيش حد بيحارب الفكر او العقيده، انت ما بتحاربش افكار او عقيده او اقتناع بشيء، ولكن بتحارب اذا صحيح. ده صحيح. ارتكب او صحيح. فعل مادي زي ما بنقول. فطبعا هنا صحيح. الاخوان اللي عايشين في تركيا طالما يعني هم وطن عايشين فيه او بلد اخرى عايشين فيها، طالما لم يحرض ضد بلده ومش مشغل الكتائب الاعلاميه ولا المنصات ولا الكلام ده، انت يعني لا تطلب منه شيء، ولا تركيا كمان انها ممكن تطلب منه شيء. ده الامر عشان يبقى محسوم، لان انا بشوف بعض المواقع ان الناس بتقول ايه، ان ده خلاص هيعتقلوا الاخوان او هيطردوا الاخوان او هيهجروا الاخوان. ايوه ما اعتقدش ان هذا الكلام ممكن ان يكون صحيحا. والرئيس اردوغان يمكن يعني من يومين ثلاثه نفى هذا الكلام. فالاخوان ليسوا مستهدفين في اي مكان الا من ارتكب عنفا او تلوثت يديه. انا يعني مبسوط اولا ان حضرتك يعني لمست هذا الامر، ومبسوط كمان انه احنا بنلمسه في تحليل منطقي جدا لزياره الرئيس اردوغان بعد يعني الحقيقه حاله جمود. والزياره دي احنا زي ما الاستاذ كرم تفضل انه وهي وجهه نظر تحليليه وليست وجهه نظر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، حتى وجهه نظر تحليليه الاحداث. طيب انا عايز اقول لك برضه حاجه تاني، يمكن احنا من اسبوعين او كده اتكلمنا عن العدالة التصالحية اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقها في مصر، واستطاع أن ينهي بها الخصومات اللي كانت موجودة بين أفراد المجتمع. كانت ناس بتطالب أننا نجيب محاكم زي نورنبرغ، وناس عايزة عدالة انتقالية، وناس بتقول محاكمات شعبية. ويعني لو طبقت هذه المطالب كانت مصر زمانها دلوقتي صحيح. بتعوم صحيح. على بحور من صحيح. الدماء صحيح. لكن بشيء من الهداوة واحتواء الجميع وإعطاء سلطة للقضاء العادل أنه يدير هذه الملفات. القانون يعني كل متهم بيقف قدام قاضي صحيح. الطبيعي ما في قضاء استثنائي صحيح. فأنت طبقت مبدأ العدالة التصالحية داخل مصر، فقدرت تلم المجتمع وقدرت تجمع الناس كلهم في غرفة تفاوض واحدة. ما كانش حد متخيل ان ده ممكن يحصل صحيح. في مصر بعد صحيح. السنوات الطويله، وكانت ناس اعواد المشانق والكلام ده صحيح. ولو دخلنا يعني في هذا النفق المظلم ما كناش هنطلع منه. طيب انت عملت عداله تصالحيه، اذا يعني مش هتعمل بقى اجراءات انتقاميه ضد الاخوان ايا كانوا في اي بلد، طالما انت عايش في حياتك كأي مواطن مصري، ما ارتكبتش لا تخرب ولا تدمر ولا ارتكبتش جرم ضد ولا بلدك. تطالب بقتل ولا تدمير ولا الحاجات اللي كنا بنسمعها من اول لاخر دي، ولا حرق ولا نوع من انواع اللي بيسموه التحريض ما بين الدوله ومؤسساتها وما بين مؤسسات الدوله والمواطن وما بين المواطن والمواطن. فالحاجات دي كلها احنا مش محتاجينها خلاص. بص ده دوله متسامحه ونظام حكم يعني حكيم ورشيد، نظام حكم بيلم شمل المصريين جميعا
وبيعمل احتواء للناس كلها وبيطلب من فترة لأخرى اصطفاف الناس وراء الدولة. الاصطفاف مش هيحصل إذا كانت الدولة بتاخد إجراءات انتقامية ضد حد، لا مش هيحصل أبدا، ومش من عادتنا، مش دي سياستها، مش دي من سياستها ولا عادتنا خالص يعني. فالحقيقة زيارة أردوغان يعني الجزء ده يعني نال اهتمامي، لأن لو الأوضاع هديت في ليبيا على الأقل هتؤمن الحدود الغربية من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. الأمر الثاني لو أجريت الانتخابات خلاص مصر في ليبيا من البداية كانت بتطالب بعدم يعني حماية وحدة ليبيا، حماية أراضيها وعدم تقسيمها، كانت في دعاوى للتقسيم. لو أجريت للانتخابات وحكومة واحدة تحكم سائر الأراضي الليبية ده هينعكس على مصر، على الأقل هتبقى في مشروعات تعاون اقتصادي وتنفتح الحدود تاني وترجع العلاقات الطبيعية زي ما كان. اتفاق مصر تركيا حوالين الأوضاع في ليبيا أعتقد أنه خطوة جيدة جدا وهتأتي يعني هتؤتي ثمارها في المستقبل. الأبرز اللي حضرتك تفضلت بيه، لكن بالمعنى العام بقى الزيارة حققت الهدوء المطلوب؟ يعني لو بصينا من فترة يعني تشوف التصريحات المعادية من الجانب التركي كانت تصريحات صعبة ما ينفعش أقولها جدا، فمعنى بقى مش كده فمعنى أن يأتي الرئيس احنا كان ممكن نعرض، بس الحقيقة مش لا احنا ما بنحبش الحاجات دي يعني بيقول لك ايه احنا مش الحمد لله. فمجرد مجيء الرئيس التركي بهذا الشكل من الحفاوة والاستقبال اللي هو وزوجته لا يعني انت طويل صفحة الماضي وكان شيء حميمي وبتاع ده. في احد اللقاءات كان قاعد قدام اللقاء كان من فترة كده قدام الوفد المصري يمد وشه كده، لا المرة ده بياخد الناس بالأحضان. ولما قابل سيادة الرئيس بكده وكان أمير قطر موجود وسلم على سيادة الرئيس وقعدوا جنب بعض وكان في نوع من الحقيقه الحميميه كده في اللقاء ما كانش حد متوقعها فطبعا يعني ده اللي وقتها اتفقوا بقى انه لازم يبقى في زيارات متبادله وجه هنا وزير خارجيه التركي مرتين وراح وزير خارجيه المصري مره والدنيا تم حلحلتها. الحقيقه الاخوان اللي لعبوا على الواقعه في الفتره السابقه ودخلوا في فكرة المظلومية ودخلوا في فكرة الشرعية ان احنا اصحاب الشرعية مع ان هي المسألة يعني شرعية الاخوان ولا شرعية مصر، يعني هل ممكن جماعة تختزل شرعية وطن؟ مش ممكن. فهم دخلوا بقى بأكاذيب الشرعية واحنا الانتخابات وبتاع يعني خلاص. فدي فترة انطوت صفحة الماضي ومصر وتركيا بدأوا صفحة جديدة وهتعود بالخير على البلدين. ده علاقتنا بتركيا من 1000 سنة. المطبخ المصري هو المطبخ المصري هو المطبخ التركي. كتير من المصريين هتلاقي جداتهم أتراك يعني في علاقات ممتدة من زمان. فالحقيقة الزيارة مبشرة واعتقد ان الرأي العام انبسط بيها، يعني شاف ان في خطوة جديدة للأمام، شاف ان المجال في الوقت بقى اللي انت إسرائيل او دول تانية بتعمل عليك حصار شوف الدنيا بتفتح معاك ازاي لانك دولة واقفة على رجليها. يعني انت يعني الشيء بالشيء يذكر، صندوق النقد الدولي عمال يفاوضك على 3 مليار و4 مليار والكلام ده، فيه دولتين كبار جدا اقتصاديا يتفاوضوا معاك لشراكة اقتصادية علاقات ممتازة، البرازيل وتركيا طب هنا الرسالة من ده ايه؟ هل الدول دي ممكن تضع يدها في يدك اقتصاديا واتفقوا على المشروعات دي كلها الا اذا كان عندهم ثقة في الاقتصاد المصري وثقة في الدولة المصرية؟ مش ممكن اعمله كده. وقناعة بجدوى الشراكة، قناعة بجدوى يعني هو هيستفيد فبنقول للصندوق والبنك يعني ايه بالراحة شوية يعني السياسات العدوانية اللي بيتم اتخاذها دي محتاجة راحة شوية. ادي شهادات من دولتين كبار جاءوا الى مصر بيفتحوا افاق التعاون الاقتصادي في كل المشروعات. فدي ممكن تبقى رسالة ثقة أو شهادة ثقة في الأوضاع في مصر. فده الجانب المهم في وقت أنت بتعاني فيه من أزمة اقتصادية وبتعاني فيه من مشاكل معينة في الدولار وغيره وغيره فانفتح باب جديد أنت ممكن يخفف الضغوط الاقتصادية عليه. فده الرسالة المهمة. الحقيقة برضو فكرة الحصار اللي احنا اتكلمنا يمكن خلفتنا يعني تبص على الأوضاع اللي بيحصل في مصر ده ما يحصلش بالصدفة على فكرة. يعني في سنة ونص تبص تلاقي المشاكل كلها اتحركت وكأن حد بيحركها بالريموت كنترول.
أزمة وراء أزمة، أزمة وراء أزمة، أزمة وراء أزمة. يعني ده بيفكرك نفس ما يفعله صندوق النقد الدولي، عملوه مع عبد الناصر في الستينات لما عملوا خطة أوميجا للحصار الاقتصادي على مصر ومنعوا تمويل السد العالي وبدأوا. ويمكن تفتكر عبد الحليم حافظ وصلاح جاهين كمال الطريق غنوا غنوة اسمها والحصار الاقتصادي برضو ما زلش بلادي. يعني دي غنوة اسمها حكاية شعبي. فهو بس هذه القوة ومن يحركها الصندوق ده واللي بيحركوه يعرف ان البلد دي مش هتتزل ومش هتركع، وياما عدت من ازمات وطلعت جدا منها سليمه جدا جدا. فالالاعيب اللي بتحصل جدا دلوقتي يعني العيب ليست بريئه، العيب ليست بريئه. يعني ترقى للمؤامره ولا لا؟ العيب هي بص من خلف الستار، هي ممارسه ضغوط لاشياء معينه. وطول عمر على فكره الغرب وامريكا بيتعاملوا معانا بالشكل ده. تيجي ازمه مثلا، كان زمان ازمات الاقباط يضغط عليك ومظاهرات تطلع ليس من أجل الأقباط ولكن للضغط عليك في ملف سياسي. الأقباط فهموا الحكاية دي وفهموا إن هم وراء الضغط مش عشان حقوقهم ومصالحهم ولكن عشان الضغط على مصر في ملفات معينة. فآمنوا في الآخر إنه ده احتوائهم هو أحضان مصر وإن أمنهم وأمانهم في مصر وإنهم جزء يعني من هذا النسيج لا يمكن ابدا ان ينفصل عنه. فاللي بيمارسه البنك، انا لا استبعد الصندوق والبنك يكون يعني نتاج للي بيحصل في غزه، بيضغط عليك في ملف معين عشان تقدم تسهيلات. اديك شايف الموضوع بتاع التهديد باقتحام رفح. يعني انا لا استبعد هذا الامر، الربط بالمسائل دي كلها. يعني الربط ما بين رفح وصندوق النقد ومفاوضات صندوق النقد، حضرتك شايف ان في بينهم وبين بعض رابط؟ ما هو في تاريخ عندنا، ما لازم نقرا التاريخ وناخد ان نفس الحكايه دي عملوها مع جمال عبد الناصر في الستينات ومنعوا تمويل السد العالي وبدا حصار اقتصادي وبدا يعني يوقف الصادرات والواردات. يعني كان اسمها خطه اوميجا. واهم ما فيها كمان نقطه ثانيه في اوميجا كانت افساد العلاقات بين مصر والدول العربيه وخصوصا السعوديه. يعني هم لعبوا على الوقيعة ما بين عبد الناصر وما بين السعودية في الفترة دي لإحداث وقيعة، لأن دول قوتهم كبار في المنطقة ويعني توازن العلاقات ما بينهم بيبقى في صالح المنطقة، فلعبوا على الحكاية دي. وبعدين هي الغرب بيتحرك في هذا الإطار ليه بقى؟ يعني كل ما مصر بتقف على رجليها يعني بتحصل مخاوف عجيبة شوية الأمر. يعني بقعد أفكر فيها كده، نقب شويه نلاقي حد كنا متوقعين. على فكره اللي بيحصل ده كانت الدوله المصريه متوقعه ان هذه الضغوط تطلع، لان البلد بدات تفوق وبدات تقف على رجليها. محمد علي عمل كده، فاجوله في معاهده لندن 40، جمال عبد الناصر عملوا له خطه الاوميجا عشان حصاره. الفتره دي برضو ضغوط، بس هم نسيوا حاجه. يمكن كان عملوا خطة عبد الناصر. عبد الناصر كان معادي لإسرائيل وكان عارف الشعارات في الفترة دي، إلقاء إسرائيل في البحر وخلافه. لكن دلوقتي الموقف مختلف، مصر رمانة الميزان للأحداث في المنطقة. مصر ما بينها وما بين إسرائيل سلام 79 وبنصر على أننا بنتمسك بها طالما تمسك بها الطرف الآخر. مصر هي الوسيط العادل بين كل الأطراف، سواء ما بين إسرائيل وما بين حماس والأمين والأمين والأمين. والله مصر والأمين زي ما قال الرئيس بتتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. فهنا يعني آدي المصر. يبقى الأوضاع اختلفت. ما هو الأمريكان أو غيره عندهم حاجة بتبقى في خطط محطوطة في الإدراج بيطلعوها وقت أيا كان بقى الزمان أيا كان المكان محفوظة بيطلعوها وقت ما هم عايزين. يعني نتمنى بقى أن إحنا عايزين إيه من أمريكا؟ ماذا نريد من أمريكا؟ نريد علاقات طيبة، نريد أمريكا راعية السلام، نريد أمريكا اللي جت أشرفت على المباحثات السلام، اللي الرئيس السادات قال 99% في إيد أمريكا. وما زالت يا فندم؟ يعني 99% من الأوراق في إيد أمريكا ما زالت؟ يعني بخبرتك الصحفية، بص إسرائيل بقت شريك في صنع القرار، لدرجة أنك بتقرأ أحيانا أن القرارات المتعلقة بالمنطقة لا يتم صناعتها في واشنطن بل في تل أبيب. فبقت إسرائيل. ولكن المشكلة أن الرؤساء الأمريكيين في فترة كانوا أقوياء ولهم شخصية، لكن دلوقتي
يمكن الرئيس متروحة. الحالي متروحة. بيجي رئيس كويس يجي يعني قوي، يجي رئيس بعديه ضعيف، يجي رئيس يجي اتنين ضعاف، يجي اتنين. بس في النهاية زي ما حضرتك تفضلت كده كله بدل ما كانت إسرائيل اللي بتروح أمريكا، دلوقتي أمريكا اللي بتروح إسرائيل. أمريكا بتروح إسرائيل. يعني أفتكر مثلا كنا طلبة لما جه نيكسون مصر وقابل السادات والمصريين طوعوا يستقبلوه بالورود الأطفال والكبار وكده، رئيس قوي. الرئيس حتى ريجان كان قوي، ريجان برضو كان بياخد قرار، وكارتر برضو كان شوية يعني. وكارتر برضو حصل اتفاقات سلام معاه والآخر. وبعدين يعني رسالة مثلا الأمريكان عليهم أن يدركوا أن في الرئيس السادات ورؤساء أمريكيين تعبوا جدا وعملوا بجد واجتهاد عشان يزيلوا العداء بين مصر وأمريكا اللي هو كان في الستينات والسبعينات، فلا تضيعوا هذا الرصيد. يعني في علاقات استراتيجية، وكان في عداء مصري كبير للولايات المتحدة. هذا العداء خلاص يعني بقت علاقات طيبة، وأمريكا بقت شريك استراتيجي وبتقدم مساعدات لمصر وحتى مساعدات في الجانب العسكري وخلافه. فعلى الولايات المتحدة أو البيت الأبيض يراعي هذه العلاقات وينميها. أنت حليف وأنت شريك. وبعدين يعني الثقافة المصرية قريبة من الثقافة الأمريكية. كل العلماء السياسة والاجتماع دارسين في الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لها مخزون ورصيد كبير عند المصريين، فلا تضيعوا هذا الرصيد. وأمريكا العادلة، أمريكا اللي تقف يعني موقف عادل فيما يحدث في غزة. هل شعرت مرة بحكم وبخبرتك برضو المهنية والصحفية أنه أمريكا في وقت من الأوقات كانت عادلة؟ أعتقد أن في الفترة اللي كانت فيها مباحثات السلام وكامب ديفيد كانت يعني أمريكا بتتكلم على 77 78 79 كانت عادلة، لكن بعد ذلك انحياز، قبل ده وبعد ده انحياز كبير لإسرائيل. يعني من مطلع الثمانينات لحد دلوقتي. وعلى فكرة كلمة السر اللي بتحاول إفساد العلاقات المصرية الأمريكية إسرائيل بكل ما تملك من وسائل، سواء بالتأثير على أجهزة صنع القرار في أمريكا، سواء بالمؤامرات والألاعيب، سواء بإطلاق شائعات. يعني ليس من مصلحة إسرائيل أن تكون في علاقات مصرية أمريكية ممتازة. وإسرائيل تعمل دائما على إفساد هذه العلاقات، مع أنه يعني لو نظرنا للموضوع بنظرة عقلاء، كلما تحسنت العلاقة بين مصر وأمريكا إسرائيل بتستفيد، بتنعكس، إسرائيل بتنعكس على لأنها المنطقة. جزء من ده، هي جزء من أمريكا أو جزء مع أمريكا، لكن فبالتالي أي علاقة كويسة لأمريكا مع أي دولة أعتقد إسرائيل لا تتضرر. لكن يعني إحنا شايفين الأوضاع الحالي، الولايات المتحدة بتدفع ثمن لجرائم إسرائيل اللي بترتكب في غزة، ثمن من المصداقية العربية، ثمن من الرفض العربي لما تفعله أمريكا وإسرائيل. فالمشكلة صعبة وفيها صعوبة كلما مر الوقت. يعني داخلين على رمضان، تصور داخلين على رمضان والحرب في غزة فضلة زي ما هي. يعني هل إيه بقى يعني هل حضرتك متوقع أنه قبل رمضان ممكن المسألة تبقى أهدأ؟ يعني ما تتمنى، أتمنى لكن لو جاء رمضان والحرب مستمرة، لا هيبقى الوضع في منتهى الخطورة. يعني انت هتشوف المشاعر بقى، الناس بتفطر وبتصلي التراويح وبتصلي صلاة الفجر، والشعب الفلسطيني أو أهالي غزة بيفطروا على موعد الدم والقتل. ما فيش حد يعني هيقبل ده. هتبص تلاقي اللعنات هتصب على رأس أمريكا ورأس إسرائيل في كل صلاة وفي كل ركعة الناس، لأن يعني الناس خلال الأسبوعين الجايين دول لازم الأمر يحسم، لازم الأمر يحسم. يا إما يعني الغضب الغضب يعني هيعم في المنطقة. ليس مقبولا ولا معقولا في هذا الشهر الكريم ناس بتصلي الفجر وناس بتدبح في صلاة الفجر. صحيح. خليني يعني أكمل مع الأستاذ كرم جبر بعض القضايا الأخرى، ولكن بعد هذا الفصل. عدنا لحضراتكم وبنكمل مع كاتبنا الكبير الأستاذ كرم جابر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. تكلمنا في الدقائق الماضية عن زيارتي سيد أردوغان وسيد دي سيلفيا، ويعني تطرقنا إلى عظمة الملف الخارجي المصري
وازاي اديرها بحكمه في السنوات الماضيه، ان شاء الله يبقى صفر مشاكل قريب. يعني ما عندناش مشكله مع اي دوله، يمكن موضوع اسرائيل ده اللي هو المشاكل الخاصه بغزه والقضيه الفلسطينيه، واعتقد ان المشكله دي دائمه ومستمره طالما في احتلال. طالما في احتلال حتى كنا بنتكلم في قبل ما نرجع للهواء، كنا بنتكلم على فكره هل ممكن يكون في قمه عربيه استثنائيه قبل رمضان مثلا لو ظل الجمود او ظل الرفض الاسرائيلي لعمليه الحلول المطروحه. فكره جديره بالمناقشه ونطرح مزاياها، ملهاش عيوب لكن ليها مزايا. على الاقل مجرد اجتماع الملوك والرؤساء العرب، تبقى قمه عربيه فقط، مجرد اجتماع الملوك الزعماء العرب في مكان، دي رسالة أن التضامن العربي ما زال حيا وموجودا ولم يرفض أنفسه الأخير. رسالة للعالم كله أننا كعرب ضد ما يحدث في غزة، العالم كله ضد ما يحدث في غزة، بس احنا كعرب أو كدول عربية لنا كلمة في هذا الأمر. الشعوب العربية كمان هتشعر بالارتياح وهتشعر بالطمأنينة أن الحكام على قلب رجل واحد. طب وإن لم تحدث قمة عربية؟ عندنا قمة في البحرين قادمة. احنا في قمة في البحرين في شهر ابريل، القمة العربية البحرين هتتولى هتاخد رئاسة القمة العربية. لكن برضو القمة العربية القادمة مش هيبقى مطلوب منها مثلا انها تستخدم سلاح البترول ولا اللقاءات الثلاثة، لا صلح ولا تفاوض ولا خلاص بقى الحاجات قمة الخرطوم، لا يعني دي حاجات يعني مضى عليها الزمن. ومش هتطلب فرض حصار ولا اجراءات انتقامية ولا قطع ولا حرب. ولكن قمة على الأقل يبقى في تفكير عن يعني مستقبل غزة، بنفكر في غزة ازاي، دي ايه الزعماء العرب، ايه الهدية مش الهدية، ايه الرسالة اللي بيدوها للشعب الفلسطيني ولأهالي غزة في هذا الوقت، احنا معاكم قلوبنا معاكم كلنا كعرب وكحكام عرب وكزعماء عرب على قلب رجل واحد. ده تبقى رسالة مهمة جدا جدا للشعب الفلسطيني الصامت، في نفس الوقت تبقى رسالة للعالم. يعني احنا العالم كله أصبح الآن مع حل الدولتين. تطلع رسالة قوية من القمة العربية، حل الدولتين على أسس واقعية. طب مش ده الكلام فادني اللي هو مثلا اتقال في القمة الأخيرة في جدة أو في الرياض؟ مش ده الكلام كان في بداية الأحداث، بس الدماء يعني أصبحت أنهار والخسائر أصبحت فادحة، والأطماع الإسرائيلية، الجرائم الإسرائيلية لم يعد لها يعني حد، وإسرائيل يعني بتتقدم من خطوة لأخرى. يعني بعد شمال غزة جم جنوب غزة، دلوقتي بيفكروا في رفح، وبعد ذلك هيبقى في عدوان إسرائيلي على باقي الدول العربية. ليس مستبعدا أن تعتدي على سوريا أو أن تضرب العراق في حالة إيه؟ في حالة إذا تعرضت المصالح الإسرائيلية لأي خطر أو تهديد، إسرائيل هتبقى بترفع شعار الحرب على الجميع، وإحنا شايفين ما يحدث في جنوب لبنان. هو حد جاي من إسرائيل يا أستاذ كرم؟ ده هي اللي جاية من الكل. ما هو يعني أنت هنا لازم يبقى في إجماع عربي وموقف عربي واحد لوقف هذه العربدة الإسرائيلية. يعني ممكن أن تكون لبنان هي الضحية القادمة، وقادة إسرائيل بيقولوا كده، سنفعل في لبنان مثلما فعلنا في غزة. يبقى أنت يعني أنت عرضت أمن واستقرار المنطقة كله لخطر كبير جدا جدا، لأن حزب الله برضو عنده آلة عسكرية قوية، ولبنان تم تدميرها مرة أو مرتين قبل كده، فهتبقى المأساة هترتفع، المأساة هتبقى قوية جدا. فهنا على الأقل يبقى في إجماع عربي على وقف هذه العربدة. أمريكا تشعر ان العرب ليهم رساله، يعني تبلغهم هذه الرساله بوضوح بدل ما هي رساله. ما هي مجرد تشعر يا استاذ كرم، تشعر امريكا مجرد بتشعر بس. ما هو على الاقل تعرف ان مصالحها في المنطقه يعني اصبحت مهدده. يعني في اجماع، في اجماع عربي، في رسائل مشروعه، في حقوق مشروعه للشعب العربي. فمش معقول هذه العربده الاسرائيليه بدعم امريكا. امريكا لحد دلوقتي بتصدر السلاح لاسرائيل، لحد دلوقتي امريكا الرئيس الامريكي بيعارض، النهارده طلع تصريحات بيعارض وقف اطلاق النار حتى لا تستفيد منه حماس. الى متى؟ لحد ما تقضى على الشعب الفلسطيني كله، هتوقف النار حتى اخر شهيد من ابناء غزه،
امريكا لحد دلوقتي شوف المعونات 14 مليار مليار دولار دخلها في السلاح يا فندم, دخلها في السلاح, ده مخازن السلاح مفتوحه جسر جوي, اسلحه الموت. انت بتتفرج على الاطفال القنابل بتنزل, القنابل دي عباره عن قنابل دخان وغازات سامه, فالاطفال مش قادرين يتنفسوا. الاطفال فلسطين يعني اطفال والجلد نفسه فيهم الرقه والجمال, عيال عيال صغيرين رضع, فتبص تلاقي ايه مش قادر ياخد نفسه. يعني ما احنا في بعض الاوقات يعني ممكن الواحد شم غازات, فما بالك دي غازات سامه. طب في اي شارع ده, ودي قنابل امريكيه في اي شارع, وبعدين يجي يقول لك انا مع حي للدولتين ومع عدم اباده الفلسطينيين, ويقول لك كمان احنا طلبنا من نتنياهو انه يعني يراعي المدنيين قبل اقتحام غزه ويتقل في ايه, والبريطانيين قالوا نفس الكلام والالمان قالوا نفس الكلام, يعني لكن ما فيش اجراءات. يعني هي الـ الـ القنابل والصواريخ هتفرق بين الناس تقول لك لا ده حماس نضربه وده مش حماس نسيبه. النار مش بتختار, النار بتاخد الكل. فده طبعا يعني هنا على الاقل ان يشعر الغرب وامريكا ان في اجماع عربي, في اجماع عربي على قضايا معينه. الشعوب العربيه عايزه خطوه زي دي. انا بس اللي متخوف منه, يعني كان عندنا قمه من شهرين ونص او ثلاث شهور في الرياض, وبعدين قمه قادمه في البحرين, بينهما هتبقى قمه ثالثه. ده انا كنا طارئه من اجل على الاقل نحط قدامها خط موضوعين او ثلاثه, عدم السماح باقتحام رفح لان ده هيؤدي الى شهداء, هيؤدي الى بحور دماء. يعني تقصد حضرتك ان بعد الامر في رفح واستمرار العدوان الاسرائيلي وجيش الاحتلال الاسرائيلي لحد دلوقتي, ده يستدعي عقد قمه عربيه وان نحط خط احمر بقى على اي تجاوزات تحصل بعد كده واي امتداد للحرب بعد قمه وقف النزيف. اسرائيل يعني بتشعر بانها بتحصل على كل شيء بلا تنازل, ممكن يسموها قمه رفح, قمه رفح او وقف قمه وقف النزيف, قمه الشهداء. يعني اذا ما اجتمعوش دلوقتي ممكن يجتمعوا امتى؟ حضرتك شايف ان دي الرساله. يعني اذا لم يجتمعوا الان لتوجيه رساله شديده لما يحدث, عايزين ننقذ الاطفال والنساء. رفح لو اسرائيل اقتحمت رفح الجرافات هتمشي على الجثث, هيسفلتوا بيها الارض الشهداء. هنكتفي بقى ببيانات الشكوى والإدانة بعد فوات الأوان, وهيجي برضو الرئيس الأمريكي يطلع يقول أنا طلبت من إسرائيل إنها تراعي المدنيين, وهتيجي أوروبا يقول لك لا ما فيش وقف إطلاق نار عشان حماس لا تستفيد من هذا الأمر, وهيجي السنوار برضو يقعدوا يدوروا عليه مش لاقيينه فين. ما هي كلها لازم يعني هنا يعني هذه الدائرة الجهنمية يجب وقفها, دلوقتي. يعني أنا مش فاهم, طب اسرائيل بتدور على السنوار دلوقتي ونشروا فيديو, اعتقد ان فيديو يعني ممكن يكون مش حقيقي انه مكانه كذا كذا. طب انتوا هتدوروا عليه حتى اخر فين, لاخر شهيد فلسطين؟ اين السنوار ده اللي انتوا بتدوروا عليه؟ يعني هل هو حكايه حقيقيه فعلا يعني مختفي وسط المدنيين بينتقل من مكان لاخر؟ طب انتوا الفيديو اللي اتصور ده ما خدتوش اجراء ليه يعني؟ يعني انتوا رحتوا جنوب لبنان جبتوا الراجل من جوه, يعني جبتوا نائب رئيس حركه حماس من الشقه من جوه. يعني لو انتوا يعني انتو واختالت ناس فلسطينيين. فطبعا انا بخشى ان ده يبقى يعني مبرر للاستمرار في العدوان. طيب وضع مصر بقى هنا, بص مصر الله يكون في عونها, الحمل تقيل, الحمل تقيل وفاتوره باهظه الثمن, وانت بتدفعها يعني 48 ست دول عربيه حررت 80 او 85% من ارض فلسطين, ثم فجاه انسحبت الجيوش العربيه او كثير من الجيوش العربيه وتركت مصر لوحدها في المعركه. 48 انت كانت القضيه منتهيه, وكان قرار التقسيم افضل من الاوضاع كثيره جدا. بعدين تيجي 56 و67 73 وبعدين 2011 وبعدين حرب غزه. والله ده يعني اللي تعرضت ليه مصر في السنوات دي لو تعرضت له الولايات المتحده الامريكيه كانت حصلت فيها ازمات لا تستطيع لكها.
دولة يعني لو حصل في الولايات المتحدة ما حدث في مصر ما تعرضت له مصر من أزمات وحروب ما كانت ما كان في قائمة السنة الأخيرة ما كانتش هتقوم لها قائمة ما كانتش ده أنت كفاية يعني الحروب يعني شوف الحروب بتستنزفك قد إيه ده لحد دلوقتي لحد الآن أنت مضطر أنك تاخد إجراءات أمنية مكلفة جدا جدا لتأمين الحدود المصرية مليارات يعني يعني مليارات انت بترفق مليارات كل شهر علشان تؤمن حدودك دي الفاتوره اللي انت بتدفعها ده غير بقى البحر الاحمر وغير الصادرات وغير السياحه يعني اتضربت الموارد يعني الحمل تقيل الحمل تقيل الحمل تقيل والله يكون يعني في عون البلد دي وده اللي بيخلينا نقول ايه ومعظمها معظمها تصدير يعني حاجه خارجيه مش من صنع الاداره يعني أنا بقول لك ده اللي يعني بيخلي الواحد يعني يفكر يعني أنا بتكلم على الغلاء والأسعار والدولار ودي على جنب يعني بتكلم في حتة تانية بقى تانية سياسة بحتة يعني كأن وانعكاس ده على الاقتصاد تحس كده حتى يعني مثلا. حد ماسك الريموت كنترول اضرب قناة السويس انت بتتأثر اعمل غزة تعال العب في الأسعار العب في الدولار الدولار زاد الدولار نزل الأسعار مش عارف زادت الأسعار نزلت ده إيه ده بتحرك أزمات حد بيحرك الأزمات بالريموت كنترول ليه ما احنا يعني المسألة محتاجة فهم ومحتاجة وعي ومحتاجة الناس تبقى عارفة إيه المستهدف 2011 لحد دلوقتي يعني الدولة دي أدوب وقفت على رجلها 3-4 سنين وفجروا لك أزمات تاني ما أنت بعد 2011 بقى أنت وقفت وعملت مشروعات اقتصادية بقى الجميع يتحدث عنها أما جي المستشار أو المستشارة الألمانية قالت لك مشهود يعني يشهد لمصر أنها أكبر دولة على مستوى العالم في الإنجازات وحتى يمكن في أحد اللقاءات الرئيس يعني نهدى شوية عشان تحسد لأن أنت عمال تعمل مشروع تعمل طرق وتعمل كباري وتعمل مزارع وتعمل وده الله إيه البلد اللي يعني ده احنا في 2011 يعني قلنا نديها ضرب كده نخليها تركع على رجليها وجت السيدة كونداليزا قالت أصل يعني مصر قدامها 30 سنة على ما تلم الموقف زي الحروب الدينية اللي حصلت في أوروبا قعدوا 30 سنة يدبحوا في بعض في القرن ال17 فهنا الحروب الدينية في المنطقة تقعد 30 سنة فهي فوجئت في خلال أو الغرب فوجئ خلال سنتين البلد دي بدأت تقف على رجليها وبدأت تعمل مشروعات وبدأت تعمل تنمية وبدأ المعدلات البطالة تنزل والبطالة دي أخطر شيء في الدنيا معنى أن معدلات البطالة تنزل يعني أنت نزعت الفتيل من قنابل موقوتة فالبلد بدأت تفوق إحنا كنا في فترة من الفترات يعني بنمشي في الشوارع أو في الميادين بنلاقي في ناس قاعدة يعني بطالة كانت في الشوارع قلت معدلات البطالة نتيجة هذه المشروعات القومية بدأت بيوت تتفتح بدأنا نختلف حوالين إيه؟ أنت حضرتك تفضلت بقى بالريموت بالريموت بدأنا بالريموت. نختلف حوالين إيه؟ فقه الأولويات طب كويس إحنا بنختلف ده ولا ده لكن في دول تاني بتختلف على فقه الحرائق والدمار أنت بتختلف حوالين فقه أولوية البناء هناك في دول تانية بتختلف حوالين أولويات التدمير التدمير وده مختلف الاثنين الله طب ايه البلد دي كده نشوف بقى اللي بيحصل فتيجي عملية 7 أكتوبر يعني ما انتش عارفين رد الفعل يعني إسرائيل تيجي يعني القوة الساحقة القوة الباطشة مع انها كان ممكن ان تنتقم وتأخذ الصقر لقتلاها في 7 أكتوبر ليس عن طريق المجازر اللي بتعمل والغرض من المجازر ليس قتل الفلسطينيين ولكن إيجاد وطن بديل اليوم في سيناء وجاء الغرب يحمل هذه الرسائل دخلوا الفلسطينيين كان الرئيس حاسم في الموضوع والرئيس كان حاسم خط أحمر ولن يحدث ولن 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 يعني كانت اللقاءات المصرية في الموضوع ده كانت قاطعة وحاسمة لكن تشعر في النهاية زي بقول لك حد بيحرك الأزمات أصابع خفية أو علنية في هذا التوقيت صندوق النقد الدولي طب ما هو عندنا 40 دولة إفريقية مدينة وعندنا 60% من الدول دول كتير بتمر بأزمات اقتصادية دخلا ما سمعناش جدل عليها ولا سمعنا رفض ولا سمعنا وبعدين يعني كما قيل يعني في بعض الوسائل هناك ان يعني حلوا المشاكل مع امريكا عشان الصندوق يرضى انا مش عارف ايه المشاكل اللي هتتحل مع امريكا يعني هنا وطول عمر الصندوق
سلاح سياسي في يد امريكا بتحركه ضد الدول. جد جد ده الامم المتحده نفسها فعلا دوله يعني دي دوله هي رمانه الميزان في المنطقه. ولا قدر الله اذا حدث لها اي مكروه المنطقه دي كلها ده اللي حافظ الامن والاستقرار في المنطقه بعد 2011 وقوف مصر على قدميها واستردت الدوله نفسها. شوف بقى يعني لا قدر الله لو دوامه النيران دي التهمت مصر زي ليبيا وزي سوريا وزي 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 كانت الارهاب هيسيطر على المنطقه كلها يعني ما كان لن يترك شيء. وامريكا يعني بتتصور انها هي اللي بتحضر العفريت وتقدر تصرفه، مش صحيح. هي حضرت اسامه بن لادن وتنظيم القاعدة في أفغانستان ويعني كانت معرضة للانهيار. فهنا يعني لا قدر الله كان سقوط مصر 2011 يعني أن هذه المنطقة تم تسليمها بالكامل للإرهاب. وأعتقد أن يعني أحد الرؤساء صرح قال إحنا هنجلب كل الإرهابيين في كل الأماكن في العالم ونحطهم في سيناء عشان ندير بيهم العمليات في الشرق الاوسط. مش هيدير عمليات خير، لا ده عمليات قتل فكانت المنطقه كلها ارهاب وهتنهار. وعلى فكره بعد الضربات الامريكيه الاخيره بدات داعش وخلافه بتظهر والنصره والجماعه بتظهر على استحياء. فهنا ده خطر، اللعب بالنار خطر. مصر هي اللي حاميه الامن والاستقرار. مصر طول ما هي واقفه على رجليها العالم كله. زمان كنا بنقول يعني اذا قامت ثوره في مصر انتشرت في كل الدول في المنطقة، وإذا ضعفت مصر الضعف ده بيسري في كل المنطقة، وده كلام حقيقي، كلام حقيقي فعلا. فده الوضع. فإذا قلنا قمة يعني الدعوة لقمة عربية يعني على الأقل يعني الناس تحس بالارتياح قبل رمضان. مطالب يعني احنا بنعرض اقتراح طبعا يعني نحن لسنا اصحاب قرار، لكن احنا بنحط اقتراح جدير ان الناس تفكر فيه في هذا التوقيت. لانه برضو لاحظ في النهايه انه تجارب العمل العربي المشترك، يعني احنا مش هنطلب قمه الحد الاقصى ولكن قمه للحد المقبول. الفتره من الفترات اللي كانت في قمم الحد الاقصى او تجارب الحد الاقصى للاجماع العربي معظمها لاقى الفشل. يعني مثلا ما بين الوحده اللي كانت بين مصر وسوريا زي اليومين دول مش كده 22 فبراير 22 فبراير سنه 58 والرئيس جمال عبد الناصر وشكر القوات له والسوريين شالوا العربيه من على الارض. وكان حلم عبد الناصر يعني هذه الوحده مع سوريا. 3 سنين اعلن الانفصال واشتغلت المؤامرات ضد مصر وسوريا، وكانت طعنه في قلب الرئيس جمال عبد الناصر. هو عبد الناصر كان في 3 طعنات في قلبه. الطعنه الاولانيه كانت الانفصال لانه كان ضده مشروع الوحده العربيه، الحلم الكبير، حلم الوحدة العربية قتل بالانفصال. الأمر الثاني حرب 67 لأن حلم تحرير فلسطين بقى تحرير الأرض العربية المحتلة، فتراجع هذا الأمر كثيرا. الطعنة الثالثة كانت في أحداث أيلول أو سبتمبر في الأردن ما بين الفلسطينيين والأردنيين والقمة العربية اللي عقدت لحقن الدماء. آخر شيء يعني بعد يعني وقف إطلاق النار وتأمين خروج عرفات من الأردن والحماية الحفظ على أرواح العرب من الجانبين، آخر حاجة عبد الناصر وصل أمير الكويت للمطار وراح بيته ولفظ أنفاسه الأخيرة. فالراجل عاش من أجل العرب ومات من أجل العرب. تيجي تلاقي التجارب الواحدة مثلا احنا كان عندنا الاتحاد اللي اتعمل بين مصر والسودان وليبيا الاتحادية والكلام ده. فهذه التجربة برضو لم تلقى قبولا. جينا فترة من الفترات كانت فترة ازدهار قبل غزو الكويت ويمكن عقدت قمة عربية في الكويت كان عملها الرئيس صدام حسين سموها أيامها قمة البعث، إن العرب سوف يبعثون من هذه القمة. واتكلم الرئيس العراقي عن الوحدة بين العرب ودعم الدول وكان خطاب سياسي رائع، ولكن للأسف كان الرئيس العراقي في هذا الوقت عامل يعني هذه القمة كخدعة إن يغزو الكويت. طب نشوف حاجة كده يعني
نأكد على كلام الأستاذ كرم وفكرة عبد الناصر في الوحدة وفكرة عبد الناصر في لم الشمل وقتها. شوف كده حاجة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورجع لحضراتكم. إن أمننا إحنا حتى من ناحية مصلحتنا مرتبط بأمن الدول العربية الأخرى، وسلامتنا مرتبطة بسلامة الدول العربية الأخرى، وإن إذا كانت الصهيونية تقضي على القومية العربية في فلسطين وتحلها إلى قومية صهيونية وتخلص هذه المنطقة من العرب، والعرب ما يتكاتفوش علشان يستردوا حقوقهم، قد تجد الفرصة مرة أخرى. إذا وجدوا كل بلد عربي منعزل قد يجدوا الفرصة مرة أخرى لأنهم يستضعفوا بلد عربي ثم يقضوا على العروبة فيه، وتمتد وتعود الحملات مرة أخرى ليقضوا على القومية العربية في هذه البلاد. تعرضنا لهذه الحملات في القرن العاشر أو في القرن الثاني عشر، أيام الحملات الصليبية الاستعمارية التي كانت تريد أن تقضي على القومية العربية، ولكن وحدة العرب وتكاتف العرب ووقوف الجيوش العربية كلها تحت قيادة موحدة استطاعت أن تهزم الصليبية الاستعمارية. وبعد هذا حينما تعرضنا لغزو التتار استطاعت وحدة العرب، وحدة سوريا ووحدة مصر، الجيش السوري مع الجيش المصري، أنه يهزم التتار في أول معركة ينهزم فيها التتار الذين تقدموا بدون أي هزيمة. إذن الوحدة من إذن هذه الوحدة من ناحية المصلحة هي قائمة، وهذه الوحدة من ناحية المصير المشترك هي قائمة، من ناحية الماضي المشترك أيضا قائمة. وحدة المصير، وحدة الوجود، وحدتنا كدول عربية. ممكن بعض المشاهدين يا عم انتوا لسه بتتكلموا عن الوحدة ولسه بتتكلموا عن الماضي ولسه بتتكلموا عن، هل اللي بيقوله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هل في شيء من الحاضر؟ يعني عبد الناصر كانت أحلامه أقوى من الواقع، لأنه طبعا يعني حتى سوريا كان حزب البعث هو اللي تبنى عملية الوحدة بين مصر وسوريا. حزب البعث ده اللي كان بيشترك ضد الجيش المصري في الحرب في اليمن. حزب البعث بعد 67 أهانوا الرئيس جمال عبد الناصر. يعني يعني بتبقى في دايما هذه المؤامرات هي اللي بتؤدي إلى يعني هذه المشاكل. طبعا كلام الرئيس جمال عبد الناصر بيخلي الواحد يبقى حاسس بحماس وبقوة، لأن احنا في بتجري في عروقنا يعني الوحدة، ولكن هي طلبة دلوقتي إطار جديد، طلبة يعني نتفق حوالين وحدة بشكل مختلف، بشكل عصري، وحدة اقتصادية على الأقل. يعني مصر بتعاني من أزمة اقتصادية. أعتقد أنه هيحصل، أعتقد أنه هيحصل. يعني تتوقع أن لأنه الدول العربية هتشعر بالخطر، هتشعر أن الفاتورة اللي هتدفعها هتبقى فاتورة باهظة جدا إذا استمرت الأوضاع في غزة. طب ما كل دولة تقول لا أنا أحمي نفسه وخلاص، أحمي نفسه، اللي معاه فلوس معاه واللي ما معوش يشوف نفسه بقى. يعني المثل بيقول لك إيه، قتلت يوم قتل الثور الأبيض. ما احنا مش عايزين يعني كل دولة فرادة 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 فرادة. لا، ما هو لازم على الأقل بيبقى لما تم احتلال الكويت كيف تحررت؟ مش كان فيه إجماع عربي ودولي وتم تحريرها؟ ده في وقتها واتحلت الموضوع. هو ده، هي دي بقى الربيع العربي عمل كده. الربيع العربي ضربه الدول اللي اتضربت، سوريا والعراق واليمن وتونس ومصر، اللي هي الأنظمة الثورية اللي كان ليها خطاب أنها بتعادي إسرائيل، فلابد من القضاء عليها لصالح إسرائيل، مش لصالح بقى الديمقراطية والتوريث، ده الشعار الزائف اللي اترفع. ولكن انت بتهدم الدول، والعراق كمان انت بتهدم الدول اللي ليها خطاب سياسي ضد مصلحة اسرائيل. ممكن يكون في البداية خطاب سياسي، لكن بمرور الوقت كان هيبقى خطاب واقع وهتبقى فيه رسالة. يعني عند حضرتك طموح انه او تمني انه يحصل فيه
وحدة اقتصادية عربية. وحدة اقتصادية عشان تنفرج الأوضاع، وحدة اقتصادية بتعتمد على تبادل المنافع والمصالح. مش معقول وده حلم الحياة يا أستاذ كريم يعني بالنسبة لي. يعني تركيا جاية مثلا الراجل قال لك 3 مليار دولار حجمة، مش معقول هنخليهم 15، والراجل بتاع البرازيل جاي، ادي دول اجنبيه اهي، وحاسه ان هذه الوطن ده فيه فرص استثماريه كبيره جدا، وحتى تتعاون معك. فالجيران بقى الشركاء الاخوه الاشقاء، انت ما بتطلبش لا مساعدات ولا معونات ولا الكلام ده، بتطلب مشروعات تكامل اقتصادي الى ان تعبر هذه الازمه. وعبور مصر للأزمة الحالية هيساوي في النهاية زيادة أمن واستقرار كل دول المنطقة. ما تحسبوش أن إسرائيل أو أمريكا تنتهي في غزة، هي راحت دخلت على البحر الأحمر وحارس الأزهر. هل المستهدف حارس الأزهر ده الحوثيين فقط ولا ده عصا غليظة بترفعها في وجه الدول الأخرى اللي هتستهدفها؟ بتشكل هذا التنظيم، هل أمريكا كانت بتحتاج أنها تعمل هذا التكتل عشان تضرب الحوثيين؟ طب ما تنظروا أسلحة الحوثيين بتيجي منين يعني مثلا. يعني فهي لو عايزين تحلوا هتحلوا هتحلوا هتحلوا، لكن انتوا بتحلوها بمزاجكم. طب موقف مصر من البداية قالت ضد ضرب الحوثيين وضد توسع نطاق الحرب. مصر حتى ممكن لو اختلفت مع حزب الله لكن ضد ضرب الجنوب اللبناني وضد تكرار المأساة في لبنان. مصر موقفها متعادل جدا من البداية، وبترفض بشدة أي عدوان على إيران لأن إيران برضو دولة قوية ومحورية في المنطقة. فإذا حصل تهور أو عدوان منطقة الخليج كلها تشتعل. تمام أستاذ كرم، بما أننا النهاردة 16 فبراير 2024، يعني فات كده 9 سنين بالتمام والكمال على حادث الحقيقة كلنا تألمنا منه جدا، وهو حادث ذكرى ذبح إخواتنا المسيحيين المصريين في ليبيا، وكان الحقيقة حادث مؤلم جدا. بس هنسمع مع حضرتك كده يعني كلمة كده من سيادة الرئيس وقتها في هذا الحادث الأليم، ونرجع تعليقا لحضرتك على هذا الأمر. إن مصر ودول العالم أجمع تواجه معركة شرسة مع تنظيمات إرهابية تتبنى الفكر المتطرف وتتشارك في نفس الأهداف التي لا تخفى على أحد، وقد آن الأوان للتعامل معها جميعا بدون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. إن هذه الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمتنا، وإن مصر التي هزمت الإرهاب من قبل لقادرة بتصميم وإرادة شعبها العظيم على دحره والقضاء عليه. فمصر لا تدافع عن نفسها فقط، ولكن تدافع عن الإنسانية بأكملها من هذا الخطر المحدق بها. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية. ولقد دعوت مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد فورا وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، كما وجهت الحكومة بالوقوف إلى جانب أسر شهداء الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من مصابهم. وجهت الحكومة كذلك بالاستمرار في التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين من السفر إلى ليبيا في ظل هذه الأوضاع المتردية حفاظا على أرواحهم، كما وجهت أجهزة الدولة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. هو احنا ما نتمناش هذا الامر يتكرر مره اخرى يعني في اي دوله من الدول، ونتمنى انه يعني المصريين دايما يكونوا في امن وامان طبعا في جذبهم لاي دوله وفي وجودهم. الرساله طبعا من مصر ما بتتركش ابنائها ولا دماء شهدائها، ويمكن ما مرتش ال 24 ساعه الا كانت صحيح. الطائرات المصريه غارات بتهد المعاقل، وقتل من هؤلاء الإرهابيين في ساعات حوالي 64 إرهابي مقابل كان 14 من الأخوة المسيحيين. الموضوع ده الحقيقة يعني
سرعة الصقر المصري رفع رؤوسنا جميعا، إن دي دولة بتحترم مواطنيها وبتسعى إلى رفع شأنهم وبتاخد طرهم على طول، وزي ما قال الرئيس إن مصر بتحتفظ لنفسها بحق الرد، ودي رسالة في كل وقت. وأعتقد برضو ده الإسرائيل إذا حاولت إنها تهدد غزة، مصر تحتفظ لنفسها بحق حلو الربط ده. حلو الربط ده، حلو الربط ده. يعني أستاذ كرم برضو رحنا في مسار آخر، لكن مرد المسارات كلها إلى فكرة واحدة ثابتة راسخة عند الدولة المصرية، وهي لن تترك حق أبنائها وتحافظ على حدودها وأبنائها واستقرارها. دي الرسالة النهائية، دي الرسالة النهائية. ويمكن في حادث الواحات برضو السوشيال بعد كان الرد المصري قوي. فهي دي التعامل مع الإرهاب في في سيناء. يعني مصر أخذت الصقر لكل شهيد سقط رغم في سنوات سيناء. بس وفي تكلفة عالية جدا، بس الحمد لله رب العالمين تم دحر الإرهاب. ده اللي احنا بنقوله بقى، يعني نتمنى ان تكون زيارة الرئيس أردوغان لمصر فاتحت خير على هدوء الأوضاع في ليبيا، حتى ينعكس ذلك على صحيح. الأمن صحيح. القومي المصري من الناحيتين بقى، الكتائب الإلكترونية اللي شغالة في تركيا، وأعتقد أن خلاص يعني وقتها انتهى، وأيضا توحيد الجيش الليبي وتبقى ليبيا دولة واحدة مستقلة من غير تقسيم، ودي سياسة مصر. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكر جزيل لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويعني الحضور الإسبوعي ووضع نقاط على الحروف في قضايا كتيرة خلال هذا الأسبوع. بشكر حضرتك أستاذ كرم، ونشوف حضرتك الأسبوع القادم. أنا بشكرك بخير، ربنا يخليك. أتمنى لحضراتكم كل الخير، وإن شاء الله ألتقي بحضراتكم الأسبوع المقبل. لكم من كل الاحترام والتقدير، وتصبحوا على خير. We'll be right back.